وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول أحسن الله إليكم، يقول بعضهم أن الرد على أهل الأهواء والبدع مضيعة للوقت وأنه لا ينفع العوام، هل هذا صحيح؟ مضيعة للشخص هذا اللي قال هالكلام، هذا هو الضائع. أما بيان الحق فهو رد إلى الحق والصواب، جمع للأمة على الحق والصواب. نعم.